بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في الحلقة السادسة في البرنامج التدريبي لبرنامج الإيبوت التعليمي. في هذه الحلقة سوف نتعلم استخدام أكثر من وحدة إدخال وتعدد وحدات الإخراج واستخدام شاشة LCD. المشروع الثالث، استخدام أكثر من وحدة إدخال وتعدد وحدات الإخراج. الهدف من هذا المشروع إنشاء مشروع يحتوي على أكثر من عنصر إدخال وعلى أكثر من عنصر إخراج. مخرجات المشروع: إنشاء مكينة تختار بين الشاي والقهوة. عند الضغط على الزر الخاص بالشاي يتحرك السيرفو لفتح قفل خزان الشاي، وتعرض لنا الشاشة كلمة تي مع خروج صوت للتنبيه وإظهار اللون الأحمر. وعند اختيار الزر الآخر تختلف لنا زاوية القفل لتفتح لنا خزان القهوة، وتعرض لنا الشاشة كلمة كوفي مع صوت التنبيه وأظهار اللون الأزرق. المدخلات: عدد 2 مستشعر اللمس البوتون. المخرجات: محرك السيرفو، شاشة عرض LCD، الطنان بزر، RGB LED الإضاءة المتغيرة. خطوات عمل المشروع: لعمل مشروع في الإيبود نقوم بالخطوات التالية. أولاً، توصيل الأجزاء الإلكترونية. نقوم بتوصيل الأجزاء الإلكترونية كالتالي: ثانياً، كتابة التعليمات البرمجية. اسحب العنصر LCD من وحدات الإخراج وافلته بداخل الشاشة التصويرية مع التأكد من الالتصاق بالمثلث Start، وذلك عند ظهور اللون الأزرق. حدد المنفذ 1 كمنفذ إخراج خاص به. بداخل Text Label اكتب النص T. مسافة كوفي. اسحب العنصر سيرفو من وحدات الإخراج وافلته أسفل عنصر LCD مع التأكد من الالتصاق وذلك بظهور اللون الأزرق. حدد المنفذ 2 كمنفذ إخراج خاص به. حدد الخاصية الافتراضية له وهي الزاوية 0. اسحب العنصر بوتون من وحدات الإدخال وافلته أسفل عنصر سيرفو. اختر المنفذ A7 كمنفذ إدخال خاص به. حدد الخاصية الافتراضية Pressed. اسحب العنصر LCD من وحدات الإخراج وافلته داخل العنصر Button مع التأكد من الالتصاق وذلك بظهور اللون الأزرق بداخل البوتون. حدد نفس مدخل الإخراج الخاص به في هذا المشروع وهو 1. بداخل Text Label اكتب النص T. حدد الصف والعمود Row 1 Column 7. اسحب العنصر RGB LED من وحدات الإخراج وافلته تحت العنصر LCD مع التأكد من الالتصاق. حدد المنفذ 7 كمنفذ إخراج خاص به. حدد اللون الأحمر ومن ثم نضغط على الأمر 6. اسحب العنصر بزر من وحدات الإخراج وافلته أسفل العنصر
RGB LED مع التأكد من الالتصاق. اختر المنفذ 6 كمنفذ إخراج خاص به. اسحب العنصر سيرفو من وحدات الإخراج. أفلته أسفل العنصر بزر. حدد نفس منفذ الإخراج الخاص به في هذا المشروع وهو 2. حدد الزاوية 90. اسحب العنصر ديلي من وحدات التدفق فلو وافلته أسفل العنصر سيرفو. حدد وقت كافي للانتظار وليكن 1 سكند 300 ملي سكند. نقوم بنسخ العناصر المترابطة وذلك بالضغط على العنصر الخارجي بوتون ومن ثم نضغط على الأمر كوبي. نقوم بلصق العناصر المترابطة مع التأكد من الالتصاق أسفل العنصر بوتون. نبدأ بتغيير خصائص العناصر. بالضغط على العنصر LCD تظهر لنا نافذة الخصائص الخاصة به. اكتب كوفي بداخل تكست ليبل. نحدد الصف 1 والعمود 5. نضغط على العنصر RGB LED لتظهر لنا نافذة الخصائص الخاصة به. نحدد اللون الأزرق ومن ثم نضغط على الأمر Set. نضغط على العنصر Buzzer لتظهر لنا نافذة الخصائص الخاصة به. نحدد الصوت Re. نضغط على العنصر Servo لتظهر لنا نافذة الخصائص الخاصة به. نحدد الزاوية سالب 90 وهي الاتجاه المعاكس. وبذلك نكون قد انتهينا من كتابة التعليمات البرمجية. ثانياً، نبدأ بتحميل البرنامج على اللوحة الرئيسية المين بورد. نضغط على الأمر كومبايل للتأكد من صحة التعليمات البرمجية. بعد التأكد من خلو البرنامج من أي أخطاء، نقوم بحفظ البرنامج عن طريق الأمر سيف. اختر اسم المشروع ومكان الحفظ. ركب وصلة USB الخاصة بالبرمجة للتوصيل بين اللوحة الرئيسية وجهاز الكمبيوتر. لتأكد من نجاح تعرف جهاز الكمبيوتر مع اللوحة الرئيسية عن طريق تحول لون الأداء إلى اللون الأخضر، اضغط على الأمر داونلود لتحميل البرنامج على اللوحة الرئيسية. انتظر عملية نجاح التحميل، ومن ثم نبدأ بتنفيذ المشروع من خلال الروبوت الذي تم تصميمه. شكرا لكم ونلقاكم في الحلقات التالية.